خبريني هلا حمزة، بس شو هي المساعدات اللي انتو او المبادرة اللي عم تعملوها من كندا لبيروت؟ ولفتني بالموضوع انه انتو مخصصين، يعني الى انه مش مساعدات للعالم بس، مخصصين الاطفاء ومخصصين الدفاع المدني، وبكرة الخميس الحاوية بتوصل الى مرفق بيروت. خبريني عن هالموضوع اذا امكن. So, أنا اسمي همسة دياب فرحات، عايشة بكندا صار لي almost 28 سنة، أصلي من لبنان. دينا إما أصلا من زحلة، لما صار الانفجار ببيروت تنذكر ما تنعيد مثل ما بيقولوا. دينا عندها شركة Global Logistics Management، تبعت containers all over the world for the last 25 years. أنا PR و branding و event management و هالقصص. So basically ما بنعرف بعض، بعثت لي مسج بس لأنه بنعرف بعضنا من الكوميونيتي هون، معروفين بالكوميونيتي اثنيناتنا، وقلنا ما نساعد لبنان. سو عملت بوك اول كونتينر هي، لانه في ناس كثير ما بدها تتبرع بمصاري، وبتعرفوا كل القصه اللي صارت، في ناس ما عندهم تراث هالقصص، وبلشنا. طبعا عملنا تيم، وي نيمد ات لبنان سترونج، وي براندد بيسكلي. يعني الجود نيوز انه وصلنا لكونتينر نمبر 11 رايت ناو، اللي هو ماشي اوريدي، طلع صار لنا 3 مانث تقريبا فول تايم جوب. كتير ناس ساعدوا، كتير سبونسرز، يعني كل كونتينر لنوصله you need you know money for that، غير تبرعات العالم، الفولنتيرز، الميديا هون covered it، المينسترز، ما بعرف قد ايه بدك فوت تفاصيل يعني، بس هلا احساسنا كتير حلو انه بلشوا يوصلوا على لبنان. Lebanon Strong is a relief campaign in the GTA hoping to help the people in Beirut who were affected by the blast. The group has been collecting food, clothing, and medical supplies and is shipping them to Lebanon. Hello, I'm Chantal Chastenay. I'm the new ambassador of Canada to Lebanon. I arrived 3 weeks after the explosion on August 4th. And this morning I had the great pleasure of meeting with Joy and Julia, who told me all about the work of Lebanon Strong. And I have to say it was... It's very moving. مرحبا توني، أنا همسة، أنا الفاوندر تعول لبنان سترونج كامبين بكندا مع البارتنر تاعيتي دينا بخيت. بيسكلي من بعد الانفجار عملنا كامبين اللي هي بنبعت فيها كونتينرز على لبنان. اسم الله اسم الله، هلا حنبعت الكونتينر رقم 11 ان شاء الله ماشي اليوم، اللي هو فاير فايتر جير للإطفائية. سو فار بعتنا للمستشفيات through the Rotary Club، بعتنا الNGOs اللي عم نستعملهم هن كاريتاس، عامل مقاصد، وحكينا دايركتلي مع الفاير فايتر ستيشن اللي هي على كارنتينا. لوتنانت أسامة كان هو مسؤول معنا على هالموضوع، بس هلا عم تتوزع عن طريق كاريتاس وعن طريق الوزارة. سو بهالكم يوم، يعني هلا عنا صرنا الجمعة راحت لأسبوع الجاي، في حيطلعوا 2 كونتينر فيهم over $1 million worth of firefighter gear. ببعت لك الليستة أنا بالضبط وين رايحين، في 500 رايحين لكارانتينا firefighter station. so بس أنا حابة أشوف بس إذا ممكن نركز شوي بالميديا عن طريق برنامجك، لأنه اسم الله بيوصل الصوت للكل على firefighter gear. يعني إحنا عم نتابع عد ما فينا، بس يعني بهمنا توصل للأشخاص الصح، وبس تكون الميديا they're involved it's different، خاصة عن طريق برنامج مثل برنامجك. بالنسبة للتويز بعتنا كونتينر 7360 توي، هولي حيوصلوا لعامل وحيوصلوا لكاريتاس نص بنص، بس في 3000 توي هني رابت اوريدي. يعني لما قالت لي ايمان وخيا توني وي سيد 100%، لانه الريبيوتيشن تاعيتك طبعا مثل ما كل الناس تعرف اس كثير قويه وكثير نظيفه ومش محيزه لحزب معين، هيدا الشيء بهمنا شوي بالنسبه للفاير فايتر جير. بدي اخذ منك شغلتين، اول شيء شو يعني بعتين للاطفائيه والدفاع المدني؟ يعني شو اللي مبعوث؟ اول ما بلشنا نتعامل مع الفاير فايترز اللي هو كلاينت تعول دينا، حكينا معهم يعني تبرعوا بهالغراض، لانه نختار ان بيتبرعوا يجوا لي لمكسيكو هيك، بس وي تراي تو جيت ات فور لبنان. اوكي، اسمهم فاير فايترز ويزاوت بوردرز كندا. سو اول ما بلشنا نحكي مع الفاير فايترز، هو بلشنا نحكي مع كارنتينا، محل الفاير فايترز الله يرحمه اللي توفى. هيدا بلش اول حديث. بس شو البضاعة اللي بعتينا؟ اي نوع؟ تياب؟ معدات؟ سو تفاصيل التفاصيل فيهم هن، عندك الفاير فايتر جير، الثياب الحاميين، كلهم طبعا مستعملين، هدول يجري بيبعتون على مكسيكو all over the world right. سو
بعتنا صور كل شيء لكارانتينا و they approved everything. So عندك الثياب, عندك هلمت, عندك البوت, عندك ال 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 الهوز كمان قالوا لنا هذا بيمشي بلبنان, الهوز تعول المي. So في gear فيهم, فينا نبعت لكم ليستا كمان للبرنامج بكل التفاصيل اللي بقلب الكونتينر. بس عندنا كل شيء يعني العدد تعوله. نعم بس كاش ماني او مساعدات مالية ما بعتوا. لا كاش ماني مساعدات مالية نو, عملنا نحن هون raising money لندفع لكل كونتينر, كل كونتينر بكلفنا $3,000 ليوصل على لبنان. نعم السؤال اوكي. السؤال الثاني بالنسبة للألعاب, انتوا بعتين تقريبا حوالي 7360 لعبة للأطفال بلبنان, هودي مين تبرع فيهم؟ So هيدولي الألعاب للبنان الكونتينر already مشي, وفي كونتينر هلأ كمان الفاير فايتر جير اللي مشي كمان فيه ألعاب, هيدولي مخصصين بعد ما مش عارفين التفاصيل, بس الألعاب بالفاير فايتر كونتينر حابين نخصص معنا أرقام تليفونات كل الشباب وصحر طبعا الله يرحمه اللي توفوا بالانفجار. So أنا نبعد يعني لأولاد, يعني لأولاد الضحايا, لأولاد ضحايا الانفجار شوي من هيدولي طبعا, بس 7000 لعبة انت عم تحكي. سو عنا بقاطين بين عامل وبين كاريتاس الالعاب, وفي سيربرايز هيك صغيرة هيدي لديسمبر يعني, بس اجمالا مقسمين مع الانجي او.